السلام عليكم. في حلقة يعني هو نايس فايندنج او يعني كتير بنشوفه، وهو انسيدنت. معظم الاحوال انه بيتشاف انسيدنتال فايندنجز، ما هوش كومبلين. وكتير في حالات الفولو اب بتاعت حالات الاورام، بالذات في الفيميلز، لان هو فيري كومن في الفيميلز، وكتير في طبعا يعني الديسكرايبد في الالدري فيميل اباف 50 اباف 60. لو احنا نشوف الاول الديجن، هو ده زي ما بنقول ان دي كانت اي ثينك ان دي كانسر بيشنت، وان فولو اب روتين فولو اب بتاعها بتاع الاورام. بنشوف كتير قوي المنظر ده، ان احنا بيبقى عندنا دورسال سوفت تيشو ليجن ساعات يونيلاترال وباي لاترال. يعني هو يمكن اليونيلاترال ساعات يعني يمكن يكون ايكوفوكال، او يعني يمكن اليونيلاترال مور كومن اكتر من الباي لاترال. زي ما احنا شايفين ان احنا لما بنخلص الشولدر، ادي واحنا نازلين من فوق الشولدر، ادي الماسلز بتاعت الشولدر الانفراسباينيتس والسبسكابلاريس، وبعد كده التيريس ماينور. بعد كده لما بتخلص التيريس ماينور، هنا بقى على طول تحت البوستيرير شيست والماسل اللي هم السيريتس واللاتيسماس دورساي، بنشوف السوفت تيشو. يعني هو كمان مش ويل ديفايند زي النورمال ماسلز، زي ما احنا شايفين ان في سم irregularity في الوول بتاعه ال definition. تمام، هو ده اللي احنا بنسميه الالاستو فايبروما دورساي، او دورسال الالاستو فايبروماتوزس. تمام، ده بيناين تيومر بيطلع هنا فعلا عند اللور بول بتاعت الاسكابلا. اول ما الاسكابلا بتخلص، زي ما احنا شايفين الاسكابلا بتخلص، بيبدا يظهر، او هو يعني اوفرلاينج اللور بول بتاع الاسكابلا، يعني انفراسكابلر، وبيبقى ديب للتشيست وول، بوستيرور تشيست وول ماسل، لاتيسماس وسيريتوس. تمام، وهو بناين تيومر زي ما احنا شايفين، هو مش مكسر الريب والفات بلينز حواليه كلير. وساعات يبقى سايزابل زي كده، ممكن يدي يعني هو ليه تو امبورتنت ثينجز، عشان كده يعني في حاجتين مهمين جدا لازم نقولهم علشانه، يعني لازم يعني هو كتير بيبقى ميسنج، وده ممكن يبقى يعمل لنا مشكلتين في حاجه. اولا ممكن العيان ده كومبليننج سايت للعيان، بالذات عيانين الاورام لو هو بيشتكي من البوستيرور تشيست بين او كده، بنخاف ان يكون فيها ريب ماتس او حاجات زي كده، او تشيست وول ماتس، فبنخاف طبعا يكون فيها متاستاتيك ليجنز، وممكن دي تترجم انها سوفت تيشو ليجن وكده، بتترجم انها متاستس. دي بوينت اول واحده. الحاجه الثانيه ان هو لو انا بعمل بيت سي تي او بعمل اي ايزوتوب سكاننج، من الحاجات اللي ديسكرايبد فيه ان هو ممكن يجين سام اكتيفيتي، يعني ممكن ياخد ايزوتوب ريدي ايزوتوب ويبان ان هو هايبر اكتيف، فساعات ده يمس انتربريتد على انه ماتس ميتاستاتيك وهايبر اكتيف ايزوتوب سكاننج. هو لا، هو ده نورمالي ممكن يبقى فيه سام سورت اوف يعني راديو اكتيفيتي، فناخد بالنا برضو انه لو لقينا برضو الفايندنجز دي مع ان في حتى ايفن لو راديو اكتيفيتي، لا برضو ولا حاجه بالنسبه لنا. ده بناين تيومر شور بناين، مفيش اي ديسكريبتيف باثوجينيس ان هو اتقلب مالجننت قبل كده او حاجه، وزي ما احنا شايفين ان هو مش مكسر حاجه حواليه وبرزلت. هو بس ممكن يحتاج ان هو يتعالج، ممكن يحتاج ان اكسجن، لانه ممكن يعمل تشيست بين، كونسيدرابل تشيست بين، بسبب البريشر افكت، زي ما شايفين ان هو سايزابل وضاغط على الحاجات اللي حواليه، يعني عامل ستريتشنج للتشيست وول ماسلز البوستيريور، وكمان يعني زي ما احنا شايفين ان هو يعني كلوزلي ابلاي، يعني كلوزلي اتاتشد او كلوزلي ريليتد للبوستيرور ريبس. يعني الكلوزد سبيس ده ممكن الماس افكت بتاعه يضايق البيشنت طبعا، ويعمل له سيمتومز وكومبليننج اوف بيرسيستنت باك بين، ويحتاج ان هو يتعمل له اكسجين. فده زي ما بنقول ان هو ده الالاستو فايبروما دورساي، ولو عملنا ريفيجن هتلاقيه معروض كويس برضو في الريديوبيديا، وهنلاقيه برضو معروض كويس في الريديوبيديا وحتى يعني في حالات زي ما قلنا يونيلاترال، وفي حالات بتبقى بايلاترال، والمست حاله اولموست ذا سيم زي عندنا، يمكن اقل بس شويه في السيفيريتي، ومحطين تو يعني ليميتد فيوز ليها. احنا شايفين ده يعني ايه البايلاترال لاست فايبروما دورساي، يمكن الحاله بتاعتنا اوضح شويه او سايزابل شويه عن كده، يعني هنا دي سمول شويه، يعني ما هياش سايزابل زي اللي معانا، فبس ناخد بالنا منها ان شاء الله باذن الله تكون يعني من الحاجات المفيده. وشينج، شكرا.